هنتكلم في الشابتر الثاني عن الكونستراكشن اوف سترين جيج او تركيب السترين جيج وتعريفها واجزائها ومنين بتصنع والخامه بتاعتها ايه اللي بتتعمل منها، بهدف ان احنا نقدر نبقى عندنا فكره عن احنا هنتعامل مع ايه من حيث الشكل، من حيث الخصائص. ده اللي احنا هنشوفه في الشابتر الثاني. فالسترينج جيج عباره عن سلك كهربي، يعني كوندكتور، الكتريك كوندكتور. بس هذا الكتريك كوندكتور دون بيبقى له خصائص معينه من حيث القطر، من حيث نوع الخامه، ومن حيث الطول. وعاده بنعملها بنستخدم فيه خامات من الكونستنتان، يعني بنعمله من سلك من الكونستنتان، دي سبيكه كونستنتان او سبائك بلاتين او من سبائك من النيكل كروم. وبيختلف الكاركترستكس بتاعت او الخصائص بتاعت السترين جيج طبقا لنوع الخامه اللي هو مصنوع منها. السلك ده طبعا المفروض احنا بنلزقه على الجسم اللي احنا عايزين نقيس الاستريسز او الاسترينز اللي عليه، وبالتالي ما اقدرش احط سلك موصل كهربي على جسم مثلا ميتال. فهو عاده حتى السلك ده بيكون معزول خارجيا، لكن برضو بيبقى فيه بيتحط بين طبقتين من البلاستيكس او من البوليامايد، بيز وكفر، وبيكون السلك بينهم يعني زي الساندويتش، السلوك في الوسط، السلك اللي هو السنسور اللي هي اس بي بيبقى في الوسط، وفوق وتحتيه في طبقات من البلاستيك عاده بتكون من البوليامايد، وده هنتعرض لها بشيء من التفصيل بعد كده. وبالتالي بيكون الهدف من الكارينج ماتيريال او البيز ماتيريال دون اللي هي بتتعمل من البوليامايد، بيكون الهدف منها انه بيعمل عمليه عزل للسلك. اولا بيبقى حامل ليه، يعني حاجه اقدر اتناول السلك دون. السلك دون هنشوف مثلا قطره من 3 الى 5 مايكرون، فعشان اقدر اتعامل معاه من الصعب ان اتعامل معاه بايدي مثلا، فلازم يكون في حاجه اشيل عليه. فاول الكارير ده بيبقى محطوط عليه السلك. بالاضافه لكده ان الكارير ده بيعمل عمليه ايزوليشن، بيعمل عمليه عزل للماتيريال للخامه بتاعتي او للسلك عن الاوبجكت بتاعي اللي انا عايز اقيس عليه. الرسم اللي قدامي دلوقتي بتوريني رسم لقطعه من السترينج جيج، ونلاحظ ان هي عباره عن بيبقى شكلها مستطيل اهو زي ما احنا شايفين باللون الاصفر. اللون الاصفر دون ده بيحدد لي الاسلاك او الواير اللي انا بعمل منه السترينج جيج. طيب هذا الواير بيبقى محطوط على الفوليا، اللي هو الفوليا اللي هي محدده بالايه، بالمستطيل الاسود الخارجي اللي هو الفويل اللي هي من البوليامايد، بتبقى اتنين، واحده من فوق واحده من تحت. اول جزء فيه اللي هو باين دلوقتي اللي هو الايه دي اسمها الاند لوبس، لان السلك اللي انا محتاجه بيكون سلك طويل ما اقدرش وانا عايز اقيس على نقطه، فكل ما كنت اصغر حجم السلك دون كل ما كان افضل. عشان كده بنعمل السلك ده بنعمله كسوسته لولب. هذا اللولب زي اللي احنا شايفينه قدامنا، يعني هنبص نلاقي فيه طرفين صفر على اليمين وعلى الشمال من تحت، الطرفين دول ماشيين لفوق وبيقعدوا يلفوا وينزلوا، في نهايات فوق ونهايات تحت اللي احنا بنسميها الاند اوف لوبس. والاند اوف لوبس دي بتبقى اتخن شويه من بقيه السلك، ودي ما بتخشش في القياس. الاند اوف لوبس دي اللي هي نهايه اللي هو نهايه السلك لما بيجي يتني عشان ياخد ايه، مثلا هو طالع من فوق وعشان ينزل لتحت وهكذا، لانه بيبقى طالع لفوق نازل لتحت، طالع لفوق نازل لتحت وهكذا. فالانتقال من الاتجاه في الاتجاه بيبقى فيه اللي هي الايه بسمحنا الايه الاند لوبس. بالاضافه لكده هو في عندي كمان بيبقى في الاند لوبس التحتانيه ملزوق فيها او ملحوم فيها حتتين من النحاس بنسميها احنا تيرمينال. التيرمينال دي اللي احنا بيتم فيها عمليه لحام الاسلاك التوصيل عشان ادخل السترينج جيج بتاعتي دي في دايره القياس، لان السترينج جيج دي بتديني يعني اللي انا بقيس منه بقيس حاجات في حدود المايكرو والملي فولت، فلازم ادخلها في دايره القياس عشان اعمل لها عمليه امبليفيكيشن او تكبير زي ما بنشوف في الشابتر اللي بعد كده. فعشان كده ايه التيرمينالز دي لازم تبقى من نحاس تبقى قويه عشان لما اقدر الحم فيها السلك اللي هستخدمه في التوصيل ما يشدش السلوك الرئيسيه بتاعت السترينج جيج وايه وتتقطع. كذلك على السترينج جيج هلاقي في اربع علامات مثلثيه او ساعات بتبقى شرط،
اللي هما اتنين في الاتجاه الرأسي واتنين في الاتجاه الافقي، واحنا بنسميها alignment marks. والalignment marks دي ضرورية جدا جدا، لان دي بتبقى جايد ليا علشان اظبط حتة الاسترينج بتاعتي مثلا، مع لو انا بحطها على عمود او على شريحة احطها بالظبط موازية للاكس بتاعها بتاع العمود. فبستخدم ايه الalignment marks دي، اللي هي ايه علامات الظبط اللي موجودة على الاسترين جيج. والجزء اللي بيشتغل من الاسترين جيج اللي هو اسمه الجرايد لينس، ده اللي هو اللي ظاهر قدامنا حاليا، ده بيحدد لي الطول من الاسترين جيج اللي هو بيحصل فيه التغير في المقاومة بتاعته نتيجة الاسترين اللي بيحصل في الجزء، او نتيجة التغير في ابعاد الجزء بيحصل تغير في الطول ده في الجرايد لينس دوت، فتغير المقاومه فاقدر اقيس المقاومه. نلاحظ حاجه، ان كل ما كان الجرايد لينس ده صغير كل ما كان دقه القياس افضل، لان كده معناه انه بيقيس لي كل ما بصغر كل ما بقرب من انا بقيس على النقطه دي. اول حاجه. الحاجه الثانيه، كل ما كان طول السلك ككل كبير كل ما كان برضو افضل، لان ده ايه بيديني برضو دقه في القياس ايه احسن. ولكن هنا هل استخدم سترينج جيج كبيره او صغيره، ده بيتوقف على الاوبجكت اللي عندي وقيمه عمليه القياس اللي انا هقوم بيها. الصوره اللي قدامنا دلوقتي بتبين لي قطعه السترينج جيج، وده بشكلها الطبيعي. اللون الاصفر الخارجي ده اللي هو الخلفيه دي كلها دي البلاستيكيه او قطعه البلاستيك واللي محطوط عليها الجرايدز، واللون البني ده بيبين لي السلوك نفسها بتاعت القياس. وفي سلكين على الشمال كده طالعين من التيرمينالز، دول اللي هم السلوك اللي بوصل بيهم. يعني في نوع بيبقى فيه التيرمينال بتاعته قطع من النحاس كبيره، وفي نوع بيبقى متوصل فيه سلكتين، دول السلكتين دول اوصل السترينج جيج في دايره القياس عن طريقهم. ده اللي اسمه سنجل جرايد سترينج جيج. السنجل جرايد سترينج جيج دي ساعات بنسميها ال واي، هنعرف يعني ايه ال ويعني ايه واي بعد كده. لكن اللي انا عايز اقوله ايه، دي تعتبر قطعه واحده من السترينج جيج. واللي ظهر قدامي دلوقتي دي حاليا دي عباره عن قطعه من السترينج جيج ملزوقه على شيت، وهو عند التيرمينالز هنلاقي من فوق في سلكين يمكن باينين اسود غامق شويه، يعني بتخانه كبيره وملحومين في الاطراف. وهنا الصوره دي نحاول يعني نطلع منها بحاجه. يعني اول حاجه هنا اول حاجه الالاينمنت ماركس اهي موجوده على زوايا 90 درجه وعلى 45 درجه كمان، ده عشان عمليات الظبط بتاعي وانا بلزق قطعه السترينج جيج على الاوبجكت بتاعي او على جزء اللي انا عايز اقيسه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، لو قارنت بين قطر السلك وبتاع التوصيل وقطر الجرايد بتاع السلك بتاع القياس بتاع السترينج جيج، لاحظ الفرق الكبير. يعني السلك بتاع التوصيل ده هو مش هيزيد قطره عن 1/10 مللي. فاذا كان 1/10 مللي ظاهر لي هنا طبعا هنا مظبوط عليه العزل بتاعه اللي هو الكفر بلاستيك، لكن نشوف حتى بالكفر بلاستيك شوف تخانته قد ايه، وتخانه السلك بتاع القياس اللي هو موجود في المنتصف في المستطيل المنتصف اللي هو رمادي شويه ده، دي عباره عن مجموعه الجرايدز اللي هي متحركه معموله سبايرال كده طالع نازل، فبالتاكيد هتلاقي ايه قطرها قليل. عشان كده بقول ايه ان قطر الاسلاك بتاع السترينج جيج بتبقى السلك بتاع السترينج جيج بيبقى رفيع جدا جدا جدا. ايه اللي ظهر قدامي دلوقتي دي في الصوره؟ ده عباره عن انواع تانيه من السترينج جيج، يعني اللي احنا شفناه فوق ده اللي هو السنجل جرايد، ده قطعه واحده. اللي تحت ده احنا بنسميه روزيتن سترينج جيج. روزيتن سترينج جيج فيه اكبر من قطعه، يعني اللي على الشمال بيقول لي ايه؟ 90 درجه روزيتا. 90 درجه روزيتا دي دول اثنين سترينج جيج، بس السلوك في كل واحده منهم مختلفه. يعني واحده مثلا بالنسبه للصوره دي واحده تلاقيها راسيه انا بتكلم على دلوقتي اللي هي 90 درجه روزيتا سترينج جيج اللي هي على الشمال خالص، هلاقي اللي فيها قطعتين مع بعض. القطعه اللي على الشمال في الصوره اللي على الشمال دي هتلاقي السلوك بتاعتها عرضيه، بينما القطعه اللي جنبيها على طول اللي على اليمين هنلاقيها ايه خطوط راسيه. دي عشان احنا ايه ممكن نستخدمها في القياس في اتجاهين زي ما هنشوف بعد كده بالتفصيل واحنا بنتكلم على توصيل السترينج جيجز.
اللي بعديها مكتوب عليها 45 درجه روزيتا، دي معناها ثلاث قطع من السترنج جيج الزاويه بينهم 45 درجه. نلاحظ ان انا ايه كل الاسلاك هتعتبر طوليه بالنسبه للترمينالز، ولكن وضع السترنج جيجز محطوطه بالنسبه لبعضها على زوايا 45 درجه، واللي على اقصى اليمين دي روزيتا سترنج جيج برضو مكونه من ثلاث قطع، والثلاث قطع دول محطوطين على زاويه 60 درجه. الاسود الغامق ده في اي صوره من الصور دي ده عباره عن التيرمينالز بتاعه السترنج جيج اللي بيتم التوصيل بيها. هنتكلم دلوقتي على الاجزاء بقى اللي بتكون منها كل قطعه السترنج جيج، مكوناتها بقى ايه بالظبط، بنوع من التفصيل اكتر من اللي احنا قلناه قبل كده. المنظر اللي قدامك دلوقتي ده بلان لقطعه من السترنج جيج، واضح فيها اسلاك التوصيل، واضح فيها التيرمينالز، واضح فيها الاسلاك بتاعه السترنج جيج اللي هتخش على اسلاك التوصيل اللي هي الكونكتنج واير. الكونكتنج واير يمكن باين على اليمين قوي تخينه بالنسبه للاسلاك بتاعه الخارجه من السترنج جيج، و الحروف اللي مكتوبه دي ده مثلا بتاع اسم الايه الشركه اللي هي بتعمل هذه القطع. طبعا القطع دي بتتعمل في شركه بالتكنولوجي بتاعتها بتعتبر اسرار محدش بيقدر يتوصل لها الا الشركه نفسها اللي هي عندها هذا السر، وبتبقى من الدقه زي ما هنشوف بعد كده في حاجات كتيره، يعني من حيث مقاومه السلك، من حيث الابعاد، لان يعني الحاجات دي بتبقى دقيقه بدرجه عاليه قوي. حتى خلينا انا هعمل هبص هرسم الفيجن ارسم الفيجن لقطعه من السترنج جيج، هلاقي اول حاجه في هيبقى من تحت خالص في اللي هو البيز فويل اللي هي من البوليامايد، ودي بيبقى قطرها او اسف السيكنس بتاعها او التخانه بتاعتها في حدود 25 مايكرون. اعلاها بيكون موجود الجرايد بتاعتي اللي هي الصفرة دي، بالقطر بتاعها اللي هي اسلاك القياس بقى الرئيسيه اللي هو المين بارت بتاعت السترنج جيج، دي بيبقى قطرها من 3 الى 5 مايكرون، في حين الاسلاك اللي خارجه اللي هي اللبني اللي على اليمين شويه دي اللي هي اسلاك التيرمينال واير اللي هو السلك اللي خارج من السترنج جيج عشان الحن فيه الكونكتنج وايرز عشان اوصلها في دايره القياس. بعد كده من فوق دول اللي ظهر بالاخضر ده عندي ده اللي هو الكفرنج فويل اللي هي بتبقى من البوليامايد، ودي بيبقى اقصى ارتفاع ليها في حدود 12 مايكرون. يعني معنى كده ان انا لو حاولت جبت مايكرومتر او ادمه بوكليس واحاول اشوف التخانه بتاعتها دي هلاقي دي في حدود 40 مايكرون، عشان نقدر نشوف ده اللي هو ايه اللي هو السيكنس بتاع السترنج جيج بالكامل اللي هو شامل الطبق اللي فوق والطبق اللي تحت وفوسطيهم الايه الجرايد بتاعي المين بارت بتاعتي او الواير الميجرنج سنسور بتاعي، كل ده مع بعضه بيكون في حدود 40 مايكرون. يعني طبعا هي حاجات ايه رقيقه جدا. هنتعرض دلوقتي لعمليه الاديجن اوف سترنج جيج او عمليه لصق السترنج جيج، طبعا بنوع من التفصيل برسم توضيحي شويه عشان نقدر نبقى عندنا تخيل عن الموضوع بيتم ازاي وايه اللي بيحصل. اللي قدامي دلوقتي في مستطيل كبير متهشر ابيض في ازرق، المستطيل ده بيديني بلان للاوبجكت بتاعي وليكن مثلا استريب. الاستريب دي لازم انا عليها قطعه السترنج جيج اللي هي ايه قدامي، قطعه السترنج جيج محدده بمستطيل، وبعدين في خطين طالعين من يمين المستطيل بتاع السترنج جيج دول هو الايه اللي هو الكونكتنج وايرز اللي هي الاسلاك بتاعه توصيل السترنج جيج في دايره القياس. لعب عايز ارسم بقى الفيشن للشكل ده، هلاقي اول حاجه عندي الاوبجكت بتاعي اهو بتخانته مثلا اهو زي ما واضح كده قدامي، وفوقه موجود بحط طبقه من الادهيزيف ماتيريال. الادهيزيف ماتيريال دي بتبقى ماده لاصقه مخصوصه، في منها مواد كتيره منها ماده اسمها الزد 70 وفي زد 92، دي مواد بتنتجها الشركات بتاعه السترنج جيجز، وهي ماده بتقرب من مواد اللصق اللي احنا عارفينها زي الامير الفا والحاجات دي، ولكن بتبقى خصائصها احسن. من اهم ميزاتها ان هي
بتخلي لي السترينج جيج لما بتلزق السترينج جيج في الاوبجكت بتاعي بشرط الاثنين يبقوا كما لو انهم قطعه واحده. ليه؟ لان انا محتاج ان الاثنين يبقوا زي قطعه واحده على اساس لما يحصل اي زياده في ابعاد الاوبجكت بتاعي يحصل نفس الزياده فين؟ في السترينج جيج. بحط طبقه من الاديزف ماتيريال دي اللي هي باينه قدام دلوقتي كده باللون الاحمر، وعاده الطبقه دي بعد بنحطها من الانبوبه بتاعتها، وبعد كده بنمشي على السطح بدموس يعني بشفره حلاقه على اساس ايه؟ بخليها تبقى طبقه رقيقه جدا جدا جدا، لان المفروض انا بعد كده هحط عليها السترينج جيج وهضغط عليها بشرط يلزقوا الاثنين مع بعض. طبعا قبل عمليه اضافه الادهيزف ماتيريال دي، السطح اللي هلزق عليه السترينج جيج بيتعمل له عمليه صنفره. الاول بنبتدي بصنفره مثلا خشنه، وبعد كده بنقعد نوصل نستخدم صنفره ناعمه لغايه ما نوصل مثلا صنفره 800 او 1200 ناعمه جدا جدا، وبنغسل السطح بالاسيتون اكتر من مره عن طريق بنجيب قطنه وبنحط فيها اسيتون وبنمسح السطح، ونقعد نمسح ونغير القطنه كل مره، قطنه صغيره زي يعني قطن صغير، وبنقعد نمسح كل مره لغايه لما اصل ان انا احط اسيتون في القطنه وامسح القطنه، تطلع القطنه بدون اي اثار من الرايش او من الرايش عمليه الصنفره اللي بتعملها، بشرط ان السطح بتاعي بيبقى لامع جيد. وعمليه الغسل بالاسيتون دول بتتم لازم تتم وبعديها على طول تتم عمليه لزق، وما سيبوش يعني ما اقدرش اصنفر مثلا النهارده واجي الزق بكره، لان عمليه ان انا اسيبها مثلا لفتره 10 ساعات ولا 5 ساعات ولا 24 ساعه ممكن تكون لي طبقه اكسيد تعمل لي عمليه فصل. ابص الاقي طالما حصل عمليه فصل بين السترينج جيج وبين الاوبجكت بتاعي هيحصل فيه خطا في القياس، لان السترين اللي هيحصل في الاوبجكت مش هيتنقل للسترينج جيج، وحتى لو اتنقل مش هيتنقل كله، جزء منه هيتنقل، وطبعا ده مش مظبوط. انا عايز كل السترين اللي بيحصل في الاوبجكت يوصل لي للايه؟ للعينه بتاعتي او اللي هي السترينج جيج. بعد ما بعمل عمليه وضع الادهيسيف بروح وافرشه بشفره الحلاقه دي على السطح عشان يخليه طبقه رقيقه جدا جدا، بحط السترينج جيج بتاعتي، وبستخدم هنا علامات بقى الادجستمنت. يعني انا بعد ما بعمل عمليه الصنفره باجي بشنكر على السطح الاوبجكت بتاعي او سطح العينه بتاعتي اللي هلزق عليها، بشنكر الاتجاهات. يعني بعمل مثلا خط مثلا بالنسبه للعينه دي، هعمل خط مستطيل بعرض اللوحه اللي قدامي دي كده على العلامه اللي هي موجودة على الشمال بين حرف البي وحرف الام المكتوبين على السترينج جيج، بشرط ان لما والعلامة التانية بين التو تيرمينالز من على اليمين، بشرط لما احط السترينج جيج بتاعتي احطها اظبطها مع الخط اللي انا عامله عشان ياخد الاتجاه الجرايد بتاعتي، تاخد اتجاه الاكس او الاتجاه اكس اللي هشد منه العينة مثلا اذا كان هيحصل لها شد مثلا، يعني او اتجاه التحميل يعني اللي انا ايه اللي انا عايزه او اللي موجود عندي. بحط بقى قطعه السترينج جيج وبيضغط عليها لفتره بتبقى من 4 إلى 5 دقائق حسب نوع الادهيزف ماتيريال اللي انا بستخدمها، وطبعا الوقت ده بيختلف حسب نوع الادهيزف، وبيختلف طبعا حسب التوقيت من التوقيت بلحم امتى او بلزق السترينج جيج امتى. يعني مثلا لو احنا بنلزق في الصيف درجه حراره 25 30 35، يعني مجرد دقيقه او دقيقتين بيكون حته السترينج جيج اتلزقت، في حين لو كان في الشتاء ممكن بضطر اقعد من 5 لـ 6 دقائق وانا ضغط بايدي او بصباعي على السترينج جيج علشان تطبع في مكانها. هي طبعا لما بضغط عليها بيعمل عمليه سكويزنج للاديزف ماتيريال وبيطلع من جنابها من قدام ومن ورا ومن يمين والشمال ومن قدام ومن ورا، بقيه الاديزف ماتيريال الموجود تحتها بيطلع بره وبتلزق السترينج جيج على السطح بتاعي زي ما احنا شايفين قدامنا. التابل اللي قدامنا دلوقتي دي بتدي انواع السترينج جيجز وانواع بتاعتها بتحدد على اساس اكتر من حاجه. يعني اول نوع اللي هو
احنا بنكبت على العمود اللي هو على ايدنا الشمال، هنلاقي فيه 3 الوان، لون ازرق فاتح والاحمر والاصفر. لو اللون الاولاني الفوقاني خالص دون ده بيديني نوعين من السترنجز او تقسيم للسترنجز طبقا ل البرنسبل بتاعت الورك بتاعها، البرنسبل بتاعت الشغل بتاعها، اساس التشغيل بتاعها. يعني في نوعين، في نوع اسمه الواير او الريزيستيف سترنجز، وده بيعتمد على قياس المقاومه، وده اللي هو الاكثر شيوعا والاكثر استخداما في السترنجز. وده بيبقى فيه منه عموما في منه نوعين، نوع عادي اللي هو النورمال طيب العادي، وفي منه نوع تاني بيستخدم في درجات الحراره العاليه اللي بتوصل درجه الحراره لغايه 600 درجه مئويه. وده طبعا بيبقى مشكلته في عمليه لحام الاطراف بتاعته، يعني هنا ما اقدرش في السترنجز العاديه بنلحمها عن طريق الزير بكويه لحام، لكن طبعا هنا هو كويه اللحام دي لو لحمت في السترنجز اللي بيستخدم درجه الحراره العاليه بلحام الزير هلاقي مع ارتفاع درجة الحرارة. طبعا انا بستخدم السترنجين في الاوساط او في الاجزاء اللي بتشتغل درجة حرارة عالية، هيبتدي يسيح الوصلات اللحمية، فدي بتستخدم فيها مكابس، بيتم عملية كبس للسلك بتاع السترنجين مع السلك بتاع الكونكتنج واير علشان ايه اقدر استخدمها وما توصلش للميلتنج بوينت بتاعت الايه اللحام خلال عمليه التشغيل. ده النوع الايه الاولاني اللي احنا بنسميه ريزيستيف سترنجج او الواير سترنجج. النوع الثاني اللي هو الكوندكتيف سترنجج. الكوندكتيف سترنجج ده بيشتغل ككوندنسر، يعني عباره عن سلكين بينهم مسافه، يعني كما نقول سيمي كون، يعني يعتبر سيمي كوندكتور. السلكين اللي بينهم مسافه دي، المسافه دي بتبقى جاب، هذه الجاب بتاثر في الكاباستنس بتاعت هذا الكوندنسر. لما بيحصل سترين، الاسترين بيؤدي الى انه بيغير في الجاب اللي بين التوبليتس دول، فلما بغير الجاب بتغير السي او الكاباستنس بتاعت الكوندنسر دول، فبقدر اخد الكاباستنس دي كمقياس للتغير في الاسترين اللي حصل. يبقى الاولاني باخد تغير كمتغير في المقاومه ار، لكن هنا في النوع الثاني التغير باخده او الاسترين بقيسه كتغير في الكاباستنس سي. النوع الثاني الاحمر ده تقسيم الانواع الاسترين جيج طبقا ل هل القطعه الواحده فيها جرايد واحد ولا اكتر من جرايد، اللي هو لينير سترين جيج والروزيتن سترين جيج اللي هو باللون الاحمر. اللينير سترين جيج ده قطعه واحده، يعني فيها مجموعه فيها سلك واحد معمول ملفوف، بشرط ان انا ايه اقيس بيه في مكان واحد. اما الروزيتن سترين جيج دي بيبقى اكتر من قطعه، قطعتين او ثلاثه، القطعتين دول ممكن يبقوا في اتجاهين، السلوك بتاعتهم في اتجاهين متعمدين، وبالتالي القطعتين دول هيبقى ليهم 4 اطراف 4 تيرمينالز. في نوع من هذه السترنجز، طبعا في منها فيرجنز كتيره او انواع كتيره، بلاقي في نوع منها مثلا اللي هو في القطعتين دول الاقي ليه 4 تيرمينال انا بوصلهم زي ما انا عايز، وفي نوع منه بيديني 3 تيرمينال. ازاي؟ بياخد كل سترنجز بيبقى ليها 2 تيرمينال، فبياخد تيرمينال من واحده منهم من الاولانيه وتيرمينال من الثانيه، بيتوصلوا من بعض ويديني ايه خط واحد طالع، وبالتالي يطلع لي 3 خطوط او 3 اسلاك بس لو اوصل بيهم، او 3 تيرمينال بس اللي انا ممكن ايه استخدمه. الروزيتن سترنجز اللي هو في منه نوعين، في منه اللي هو نوعين، النوع الاولاني بيبقى فيه قطعتين 2 بس، والنوع الثاني بيبقى فيه 3 قطع اللي هم ممكن يبقوا على زاويه 45 او زاويه 60 درجه زي اللي احنا شفناهم يمكن ايه قبل كده في الصور اللي اتعرضت قدامنا. التقسيم الثالث ده بيعتمد على قطعه السترنجز بعد ما بوصلها في الدائره بتاعتي، هل هي قطعه اكتف؟ يعني ايه اكتف؟ القطعه الاكتف دي بتتاثر بقيمه بالسترين اللي بيحصل في الجزء، وبالتالي باخد هي دي اللي بتديني الاشاره
او اللي احنا بنسميه الاوت اوف بالانس، اللي هو خروج عن الاتزان. يعني الاول بعمل الدايره اتزان، وبعدين كده بيحصل عدم اتزان في المقاومه. اتزان يعني ايه؟ يعني المقاومات بتاعتي اكتر تبقى متساويه، لان احنا بنحط السيجمنت دي بنوصلها ببريدج، البريدج دي بنحط فيها اربع قطع اللي هي ويستون بريدج اللي احنا درسناها يمكن في الهندسه الكهربائيه قبل كده. فبوصل اول بعمل عمليه اتزان بشرط ان يبقى المقاومات بتاعه الاربع افرع بتوع البريدج دي متساويه. بعد كده لو انا موصل السترينجز بتاعتي ديا كاكتيف سترينجز، فهيحصل في الاربعه دول سترين، يعني الانفعال اللي هيتولد في الاوبجكت بتاعي هيتنقل ليهم، والاشاره طالعه هتبقى فانكشن في التغير في قيم هذه السترينجز الاكتيف، وبقيس بيها السترين اللي انا عايزه. ده النوع الايه؟ الاكتيف. النوع الثاني احنا بنسميه باسيف او دامي سترينجز، ودي قطع سترينجز بتتحط ولا تتاثر بالايه؟ بالسترين بيحصل على الجزء، وبالتالي دي عاده ما بنحطهاش، ما بتتلزقش على الجزء نفسه، ولكن بتتلزق على في مكان اخر بره الجزء. يعني ممكن اكون بقيس في مكانه معينه في مكان معين بلزق سترينجز بطريقه معينه عشان تشتغل كاكتيف، وممكن اكون لازق سترينجز في مكان على قطعه حديد اخرى محطوطه في نفس الوسط، ولكن مش كجزء من المكنه، لا على قطعه منفصله خالص لكن كلها متوصله مع التنين بسلوك بطريقه معينه. هنشوف هذا الكلام بعد كده. وبالتالي بيبقى الهدف من الباسيف او من الدامي سترينجز، الهدف منها بيبقى معادله درجات الحراره، معادله درجات الحراره اللي احنا بعد اللي ليها اسم تاني اللي هي ايه؟ كومبنسيتيف سترينجز، اللي هي نفسها اللي هي ايه؟ الدامي. يبقى اللي هو الضامي هو نفسه ايه؟ كومبنسيتيف. وبالتالي دي كلها المسميات اللي ممكن الواحد يتعرض لها للسترينجز. يعني اقول لك ميتاليك سترينجز يبقى انا عارف يعني ايه، لما اقول كوندكتيف سترينجز يبقى انا عارف ايه، لينير سترينجز عارف هي ايه، روزيتن سترينجز ابقى متخيل هي ايه، اكتيف او باسيف او كومبنسيتيف هبقى انا عارف كل اكسبريشن من دول او كل كلمه من دي معناها ايه او تعني ايه بالنسبه ليا، لان احنا هنستخدم الالفاظ دي بعد كده. هنتكلم دلوقتي على البرنسيبال اوف ورك بتاع السترينجز او بتشتغل ازاي. اول حاجه ايه هو السترينجز بكلمات اخرى؟ احنا بنقول عليها ايه؟ باسيف ترانسديوسر او باسيف ميجرنج ترانسديوسر، بمعنى انها حاس او ناقل الاشاره. هذا الناقل الاشاره يحتاج الى انبوت فولتج عشان يديني اوتبوت فولتج. يبقى اذا لازم في انبوت فولتج، ان احنا بنسميه تيار كهرباء اسمه تيار التغذيه، انبوت فولتج ده بيخش للسترينجز علشان اقدر منه اقدر اقيس التغير في المقاومه. لان في الواقع اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا عندي السترينجز دهيا دي مقاومه كهربائيه. انا عارف ان المقاومه الكهربائيه من قانون اوم في تساوي اي في ار، يعني المقاومه دهيا بتعتمد على التيار والفولت. يعني التيار والفولت والمقاومه الثلاثه مع بعض مرتبطين مع بعض. وبالتالي انا في السترينجز اللي بيحصل ان انا عايز اقيس التغير في المقاومة بتاعتها نتيجة السترين اللي حصل فيها. عشان اقيس التغير في هذه المقاومة بديها تيار فولت وامبير معين. النقطة الثانية ان انا لازم اخد بالي ان السترينجز دي لابد انها تلصق على الاسطح اللي انا عايز بتاعت الاوبجكت بتاعتي بطريقة، بشرط يبقوا الاثنين قطعة واحدة. يعني لان هي لازم تاخد كل السترين اللي بيحصل في الاوبجكت بتاعتي. وبالتالي عمليه اللصق دي تعتبر من العمليات التكنولوجيه الاساسيه والمهمه جدا في عمل السترينجز. وبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا ان انا دلوقتي السترين بتاعي بيحصل في الجزء نتيجه الايه؟ القوه الميكانيكيه او الاحمال الميكانيكيه. هذه القوه الميكانيكيه بتعمل لي سترين. السترين بيحدث في الاوبجكت نفسه، السترين ده ملزوق عليه السترينجز. يبقى علشان السترينجز يوصل له السترين اللي حصل، يبقى لابد ان السترين ده هيعدي من الاوبجكت الى السترينجز عن طريق الادهيزف ماتيريال او ماده اللصق اللي بينهم.
وبالتالي عمليه اللصق دي من العمليات المهمه جدا جدا جدا. وهنا عمليه اللصق، هنا لما نتكلم عمليه اللصق نلاحظ ان احنا بنتكلم على حاجتين، اول حاجه على نوع ماده اللصق، ونوع ماده اللصق ده بيتوقف على نوع الخامه اللي انا بتاعت الاوبجكت بتاعتي ده اللي انا عايز اقيس السترين اللي عليها. بالاضافه لنوع ماده اللصق في كمان درجه الحراره اللي انا بشتغل عندها بتاعت السطح، ودي برضو بتاثر في نوع الاديزيف ماتيريال اللي انا بستخدمها، لان كل نوع من انواع الاديزيف ماتيريال دي بتشتغل في ظروف تشغيل معينه. وفي مثل هذه الحاجات انا بلتزم بالتعليمات والسبيسيفيكيشنز اللي بيقولها المصنع بتاع السرينجج والمواد المساعده بتاعته. بالاضافه لنوع ماده اللصق وظروفها وخصائصها، في حاجه كمان هي طريقه اللصق. طريقه اللصق هنا لابد اول حاجه ان هي يكون في عمليه الصنفره اللي بتتم للسطح تكون صنفره دقيقه وناعمه، والتاني حاجه عمليه التنظيف في السطح لازم تكون عمليه تنظيف كامله، واضمن ان مفيش اي فت او في اي رايش او في اي صدى موجود على السطح. دي مهمه وبتوقف عليها بدرجه كبيره جدا دقه النتائج اللي انا بحصل عليها من السترين جيجز. كمان خبره اللي بيقوم بلازق السترين جيج بتلعب دور كبير، لانه لازم يظبط السترين جيج على الاتجاه اللي هو المطلوب لازق السترين جيج فيه بالظبط. بالاضافه لكده كمان عمليه الوايرنج اللي هو عمليه توصيل السترين جيجز بالبريدج بتاعت القياس، دي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. وفي هنا نقطه لابد ان احنا نتعرض لها ونفهمها، وهي ان اي واحد لو عنده مجموعه سترين جيجز، مثلا احنا زي ما هنعرف بعد كده في حاجه اسمها فول بريدج وهاف بريدج، وفي حاجه اسمها كوارتر بريدج، يعني في حاجه اسمها انطره كامله ونص انطره وربع انطره. في الانطره الكامله بستخدم اربع حتت سترين جيج، لو اتنين كل واحد وصل اربع قطع سترين جيج، ودي بقى في عمليه الوايرنج. يعني ايه عملهم لزق دي؟ احنا الاربعه مع بعض بنسميها ميجرنج سيل، وكل واحد وصل الميجرنج سيل بتاعته باي سلوك باي طريقه ويحطها على الجهاز وعلى البريدج، ويظبط الصفر بتاع الجهاز ويديها نفس قيمه الانبوت فولتج للاثنين، هنلاقي كل واحد بيحصل على نتائج. لكن هل هذه النتائج هي مقياس للفانكشن او للداله اللي احنا عايزين نقيسها، للكميه الميكانيكيه اللي احنا عايزين نقيسها ولا لا؟ هي دي المشكله. يعني اذا لو الواحد ما هوش عارف ازاي الطريقه السليمه لتوصيل قطع السترين جيج بتاعت الميجرنج سيل مع البريدج، فممكن يوصلها بطريقه خطا وهيطلع له قرايه، لكن القرايه دي هو هيبقى متخيل القرايه دي هي قرايه الحاجه اللي هو عايز يقيسها، في حين هي تكون بيقرا له حاجه ثانيه. يعني ممكن يكون هو عايز يقيس فورس ويلاقي وتوصيلته دي تكون بتقيس فورس وبتقيس مومنت في نفس الوقت، وبالتالي في جزء الجزء ده بيحصل عليه مومنت هيظهر لي في الاشاره بتاعت تاثير السترين اللي حصل من المومنت مع تاثير السترين اللي حصل من الفورس، وبالتالي يبقى قراءته ايه؟ خاطئه. نضيف لكده ممكن يكون توصيلته نتيجه ان هو ماش موصل صح، تكون توصيلته بتتاثر بدرجه الحراره. هنا درجه الحراره بتلعب دور مهم، وهنا درجه الحراره مش مقصود بيها الامبيانت تمبرتشر فقط لوسط المحيط، لا، كمان درجه الحراره بتاعت القطع السترين جيج نفسها من طول فترات استخدامها بتحصل لها عمليه ارتفاع درجه الحراره. لما نعرف ان احنا بنقيس في الرينج بتاع مايكرو اوم ومايكرو فولت ومايكرو امبير، وبالتالي اي ارتفاع درجه الحراره درجه 2 3 هيديني خطا كبير. عشان كده في حاجه احنا بنعملها لما كل واحد عايز يجيب قياسات دقيقه او هيستخدم هيقيس لفترات زمنيه طويله او مستمره، بنعمل عمليه كومبنسيشن للحراره، وبالتالي هو مش موصل الداله بتاعته عشان تعمل له كومبنسيشن هيطلع له اخطاء في النتائج اللي هو بيحصل عليها. وبالتالي في نقطه اساسيه كمان في البرنسبل بتاع الورك اللي هو الاسس اللي على اساسها بتشتغل السترين جيجز او بتستخدم، ان السترين بيأثر في المقاومه الكهربائيه، ودي نقطه مهمه. يعني ايه؟ يعني انا قياسات لتغير في مقاومه كهربائيه لريزيستنس، الالكتريك ريزيستنس. الالكتريك ريزيستنس دي هو الايه؟ الجرايد اللي انا ايه بستخدمه. كمان في نقطه مهمه وضروريه، وهي
ان لابد ان يكون التغير او العلاقه بين التغير في الريزيستنس مع الاسترين لازم تكون علاقه خطيه. يعني لو حصل استرين قيمته وحده استرين هيحصل تغير مثلا قيمته وحدتين في المقاومه، وبالتالي تغير مرتين في الاسترين يديني ضعف التغير في المقاومه وهكذا. يعني العلاقه لابد بين الريزيستنس والاسترين تكون ايه؟ علاقه خطيه، خط مستقيم. دي ضروريه جدا جدا، يعني تمثل بالعلاقه واي يساوي ام اكس، حيث الواي لو كان هو ده الريزيستنس هيكون الاكس هو الاسترين، والكي ده هو ثابت التناسب بين الاسترين اللي حاصل والمقاومه الناتجه، التغير في المقاومه الناتجه نتيجه هذا الاسترين. الاساس في نقطه اساسيه اخرى، ان التغير في الريزيستنس اللي بيحصل ده بيبقى صغير جدا جدا في الرينج بتاع الملي فولت ملي اوم، وبالتالي عشان وبالتالي فاحنا بنشتغل في قياسات دقيقه جدا جدا، ودي بتحتاج مننا ان احنا لازم الاشاره دي نكبرها، بنكبرها عن طريق امبليفايرز. الامبليفايرز بتبقى موجوده بلت ان في البريدج اللي انا بستخدمها، اللي هو الجهاز الانسترومنت نفسه اللي بستخدمه بتاع القياس، بيكون عباره عن هويستون بريدج يعني انطره، وكمان معاه امبليفاير. يعني الجهاز ده هو اول حاجه بيبقى ليه مجموعه خصائص. اول حاجه بيدي انبوت فولتج لدارتي للسترين جيجز. تاني حاجه بيمكنني من اني انا اعمل عمليه زيرو ادجستمنت، اللي هو الضبط الصفر بتاعي، يعني اقدر اوصل ان الاربع اذرع بتوع الويستون بريدج المقاومات بتاعتهم متساويه، وبالتالي يديني قرايه تساوي، يعني اقدر اظبط ان هي تساوي صفر. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه ان هذا الجهاز بيكبر لي الاشاره كمان، لان الاشاره اللي طالعه من السترينج جيج ما اقدرش استخدمها لوحدها، لان هي بتبقى صغيره جدا جدا، فبقدر اكبرها ممكن 1000 مره، 5000 مره، 10000 مره، بشرط اقراها في حدود الايه، او يكبرها في الحدود اللي انا ممكن ايه استخدمها فيها. الحاجه الرابعه لازم نبقى عارفين ان حدود القرايه اللي خارجه بتاعتي لابد الا تتعدى ال 12 فولت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في الوحدات الالكترونيه اللي مكون منها الجهاز، هذه الوحدات الالكترونيه بتشتغل من 0 الى 12 فولت. طبعا بالزائد والناقص دي مش مهمه، حكايه الزائد والناقص يعني هل الاشاره سالبه او موجبه، البولاريتي دي مش مهمه، لان بيبقى عندنا في الاجهزه بيبقى في زرار او تاست ممكن اضغط عليه يحول لي من الزائد لناقص او ناقص لزائد. دي مش مهمه عشان بس ايه اليسار بتاعت كلها بتبقى في اتجاه واحد، ممكن تبقى كلها موجب ممكن تبقى كلها سالبه، دي مش مهمه. ولكن الضروري ان انا ابقى عارف الرينج بتاع الكميه اللي انا عايز اقيسها، الفاليو اللي انا عايز اقيسها، لابد ان تديني اشاره ما تزيدش عن 12 فولت. لو ادتني على 12 فولت هلاقي الجهاز بتاعي لغايه 12 وهيديني ثابت بعد كده، طبعا ما ينفعش. وعشان كده احنا عاده بنستخدم الجهاز وبنظبطه عن طريق الامبليفيكيشن، بشرط ان الاشاره اللي خارجه بتاعتي تبقى في الحدود 4 5 6 7 لغايه 10 فولت. دي ضروريه قوي قوي ومهمه جدا عشان ظبط عمليات القياس. وبالتالي فالجرايد ريزيستنس او المقاومه بتاعت قطعه السترينج جيج دي، لو احنا سميناها ار، في الواقع قيمه المقاومه دي بتتوقف على ثلاث عوامل. بتتوقف اول حاجه على الواير لينس اللي هو طول السلك، وعلى الكروس سكشنال اريا بتاع الواير ده. يعني احنا عارفين الكروس سكشن بتاعه بيبقى في حدود من 3 ل 5 مايكرون. اللينس بتاعه اللي هو المفروض عدد السلوك المتوازيه في منطقه الجرايد لينس اللي انا اللي هي بتاعه القطعه السنجيج اللي بقيسها، فبيبقى عددها ايه كبير، ممكن يبقى في مثلا 20 30 40 50 100 سلك، واضربه في طول الجرايد لينس يديني الطول الكلي. طبعا احنا ده ما بنعملوش لان ده بيبقى جاهز عندنا. وبالتالي فالمقاومه بتعتمد على مساحة المقطع وعلى طول مساحة مقطع السلك، طول السلك، وعلى كمان نوع الماتيريال اللي مصنوع منه السلك، هل هو نيكل كروم ولا كبر كونستنتان ولا كونستنتان ولا اي الوي بليتانيوم الوي او او او.
الرو اللي هي احنا بنسميها الريزيستيفيتي، الريزيستيفيتي اللي هي المقاوميه، السبيسيفيك ريزيستيفيتي اللي هو او المقاومه النوعيه او المقاوميه، ودي لكل نوع من السلوك ليه رو معينه. وبالتالي فدي هم دول الثلاث عوامل اللي بيأثروا في المقاومه. اذا مقاومه السلك بتاع السترين جيج بتوقف على طول السلك، على مساحه مقطع السلك، على نوع السلك نفسه يعني الرو بتاعته. وهنا لكن نلاحظ حاجه، نلاحظ ان كل ما السلك بيطول كل ما مقاومته بتزيد، وكل ما مساحه مقطعه بتكبر كل ما مقاومته بتقل. بمعنى اخر، لو عندي سلك بطول معين ومساحه مقطع معين، وهذا السلك يعني سلك بتاع سترينج جيج، والسترينج جيج دون اتحطت وحصل لها زياده استريم بوزيتيف، يعني حصل فيها زياده في الطول. معنى كده ايه؟ معنى كده الزياده في الطول دي هتطول لي طول السلك ال وهتنقص لي مساحه المقطع. زياده السلك من ال الى ال زائد دلتا ال هيديني زياده في المقاومه ار، ونقص القطر من اي الى اي ناقص دلتا اي هيزود لي المقاومه تاني. وبالتالي فهو النقص اللي بيحصل في السلك والزياده اللي بتحصل في الطول في حاله البوزيتيف سترين اللي بيحصل للسترين جيجز، الاثنين دول مع بعض بيساعدوا في ان مقاومه التغير في المقاومه دلتا ار بيزيد. اللي بيحكم بالنسبه للسترين جيج، قطع السترين جيج اللي بيحكم التغير في المقاومه الناتج عن استريم معين تعرضت ليها هذه قطعه السترين جيج، معامل احنا بنسميه كي، اللي هو احنا بنسميه السترين جيج فاكتور او الكي فاكتور. الكي فاكتور ده بالظبط بيعرف ان هو ايه، النسبه بين التغير في المقاومه على التغير في طول السلك بتاع السترين جيج. ونلاحظ حاجه ان قيمه الكي دي هي بتبقى قيمه بتتوقف على قطعه السترين جيج، ودي بتبقى من ضمن المعلومات اللي انا بحصل عليها من المصنع، يعني الشركه المنتجه للسترين جيجز بتدي السترين جيجز في علب، كل علبه مكتوب عليها ان الكي فاكتور بتاعها مثلا 2.01 2.02 1.99 حسب قيمه هذه الايه كده هي حسب النسبه بين الدلتا ار على ار مع الدلتا ال على ال. ونلاحظ ان قيمه الكي دي زي ما بقول بتختلف من علبه لاخرى، يعني لو انا جبت علبتين سترينج جيج اشتريهم من نفس المكان في نفس اللحظه هلاقي ممكن تكون علبه مكتوب عليها الكي فاكتور بتاعتها 2.01 والثانيه 2، يعني واحده 2 والثانيه 2.1%. وبالتالي ما ينفعش من العلبه الواحده اعمل ميجرنج سيل واحده. الميجرنج سيل اللي هي ايه؟ نقطه قياس اقيس بيها حاجه معينه. عشان اعمل نقطه قياس انا ساعات بحتاج اربع قطع من السترين جيج، او قطعتين من السترين جيج، او قطعه واحده من السترين جيج. لو احتاج اربع قطع او قطعتين لازم الاربع قطع او قطعتين يكونوا من نفس العلبه عشان يكون ليهم نفس الكي فاكتور. طب نفترض لسبب او لاخر استخدمت قطعتين من علبه وقطعتين من علبه ثانيه، هلاقي طبعا في هذه الحاله هيبقى ده ليه كي فاكتور غير الاثنين الاولين ليهم كي فاكتور والاثنين الثانيين ليهم كي فاكتور اخر. لما احط اربع قطع من السترين جيج ليهم كي فاكتور مختلفه مش متساويه واحطها في الويستون بريدج، ده اول حاجه بيؤدي الى صعوبه عاليه جدا في عمليه الوصول الى البالانس الاساسي او اللي احنا بنسميه زيرو بالانس اللي هو الضبط الاولي للجهاز، بيبقى صعب جدا جدا جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه ده بيأثر في اللينياريتي بتاعه عمليه القياس، يعني العلاقه بين التغير في الاستريس التغير في الاسترين والتغير في المقاومه المقابله ليه بالنسبه للميجرنج سيل ككل مش بالنسبه لقطعه السترينج جيج لوحدها، لا بالنسبه للميجرنج سيل ككل بتبقى العلاقه دي غير خطيه. العلاقه بين التغير في السترين والتغير في الايه في المقاومه ده كله بيكون نتيجه الواحد لو استخدم اكتر من قطعه من السترينج جيجز او قطع السترينج جيجز من اكتر من علبه. وعشان كده السترينج جيجز دي هنشوف بعد كده ان هي بيدوها لنا في علب، مثلا كل علبه فيها خمس قطع، والاسباب هنقولها في حينه يعني. وبالتالي بالنسبه للسترين جيج لازم ناخد بالنا، يعني اول حاجه بيقول لك ايه، الكي فاكتور از ذا بروبورشنال كونستانت فور ذا سترين جيج
which illustrates the relation between the variation in the electric resistance and the corresponding change in strain of the strain gauge units. يعني الكي فاكتور دون ده عبارة عن ثابت التناسب بين قيمة تغير في المقاومة وقيمة الاسترين اللي بيحدث في على قطعة الاسترين جيج ذاتها. دي أول حاجة. الحاجة التانية لما يقول واحد يقول إن الكي بتاعت سترين جيج معينة 2 دي معناها إن الفاريشن التغير بيحصل في الريزيستنس في المقاومة بيكون ضعف التغير بيحصل في الاسترين، النسبة بينهم كام؟ 2. دي النقطة إيه التانية، لأن ده ثابت تناسب بين الجزئين. اما الحاجه الثالثه فان لابد ان احنا نبقى عارفين ان المنتج بتاع السترينج جيجز دون بيدينا قيم دقيقه جدا جدا لقيمه الكي فاكتور لكل باكج او لكل علبه من العلب اللي بينتجها، فدي بتبقى متسجله على العلبه نفسها. وبالتالي العلبه نلاحظ حاجه ان زي ما قلنا اول حاجه ان احنا بنستخدم لكل ميجرنج سيل بنستخدم اربع قطع او قطعتين من نفس العلبه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه غير مسموحه على الاطلاق ان انا اطلع اطلع السترين جيجز من علبها واحطها في اي مكان تاني، لا دايما بتفضل في العلبه اللي جايه من عند المنتج بتاع السترين جيج من الشركه، واطلعها من العلبه استخدمها على طول، ما ينفعش ان انا اطلع احطها في اي مكان تاني. لو حطيتها طلعتها من العلبه بتاعتها اصبحت قطع السترين جيج دي الكي فاكتور بتاعتها مجهوله، اصبح من الصعب جدا استخدامها، بل ممكن نقول ان استخدامها اصبح منوط باخطاء خطيره او كبيره في القيم اللي هنحصل عليها. وناخد بالنا ان الشركات المنتج للسترين جيج بتطلع لنا سترين جيج بمقاومات معروفه ومحدده. المقاومات بتاعت اللي احنا بنستخدمها اللي هي 100 اللي موجوده في السوق المتوفره في السوق، يعني 120 اوم 300 اوم 350 اوم و 600 اوم. المقاس او المقاومه السترين جيج اللي هي شائعه الاستخدام هو المقاومه ال 120 اوم. المقاومات التانيه بتستخدم في حالات خاصه، لان هنا كل ما المقاومه بتاعتي بتزيد التغير فيها بيلعب دور كبير، بتلعب يعني قيمه الدلتا ار اللي بتحصل بتبقى متوقفه على قيمه المقاومه الرئيسيه، دي اول حاجه، على الماتيريال طبعا. بالاضافه الى ان حسب نوع الخامه، يعني لو انا عندي خامات مثلا بلاستيكيه بستخدم لها مقاومات سترينج جيج بمقاومات معينه، لو خامات حديديه بستخدم لها سترينج جيج بمقاومات اخرى، لان كل ما المقاومه زادت كل ما الامبير اللي فيها اللي هيعدي فيها هيبقى اقل، كل ما كان معدل الفقد الكهربي اللي احنا بنسميه الكبر لوس اللي هو الفقد في اللي بتحول لحراره من الطاقه الكهربيه بيقل، لان الامبير بيقل. وبالتالي لو انا عندي مثلا هقيس على اجسام من البلاستيك او الاوبجكت بتاعي كان من مثلا مواد بلاستيكيه او من المواد المؤلفه اللي هي الكومبوزيت ماتيريالز بستخدم لها مقاومات عاليه، ممكن تبقى 300 او 350 او 600. لكن لو انا هستخدم هقيس على اوبجكت من الحديد بستخدم الايه 120. بالاضافه لكده لو انا هقيس لمسافات طويله مثلا اقعد اقيس مسافات زمن كبير مثلا زي في عمليات استخدام السترين جيج في الكنترول سيركتس في دوائر التحكم الالي، فبستخدم مقاومات عاليه، يفضل استخدم السترين جيج مقاومات عاليه، لان لما بستخدم مقاومه السترين جيج لمده 24 ساعه في اليوم لمده 7 ايام في الاسبوع مثلا لمده 30 يوم في الشهر، يعني مستمر في الاستخدام على طول، هنا بيبقى معدل تولد الحراره هيبقى اعلى، وعشان كده استخدم مقاومات كبيره عشان الامبير اللي معدي فيها يبقى يبقى اصغر. اما بالنسبه للباكج بتاعت السترين جيجز العلب اللي احنا بنشتريها من السوق، ففي الواقع هو بيبقى فيه نوعين من العلب، علب فيها 5 قطع وعلب فيها 10 قطع. العلب الخمس قطع دي هم حاطين 5 على اساس ان انا لو هستخدمها دي في ان انا اعمل فول بريدج فانا هحتاج 4 قطع، يبقى هاخد منها 4 قطع. طب القطعه الخامسه، القطعه الخامسه تبقى تعتبر ك ستاند باي على اساس لو قطعه من الاربعه دول باظت خلال عمليه اللصق فبقدر استخدمها. وهنا الخوف بقى ان اكتر من قطعه تبوظ فممكن العمليه تبقى صعبه، يعني لو الواحد عايز يشتغل صح فبنروح شايلين كل القطع ونبتدي نجيب علبه جديده ونستخدم جديد، او نستخدم العلب بقى اللي فيها 10 قطع، والعلب اللي فيها 10 قطع دي بالتالي ممكن بتبقى احتمالات الخساره فيها اقل على اساس لو قطعه باظت
ركبت اربعه وانا بركب الرابعه باظت، اركب الخمسه نفترض باظت برضو، ممكن اخد واحده ايه تانيه من العلب العشر، في حين مثلا الفرصه دي مش تبقى موجوده عندي لو انا استخدمت العلب اللي فيها خمس ايه قطع. طبعا بالنسبه للناس البروفيشنال فبيقول لك مثلا ممكن العلبه العشرة دي ممكن تستخدم في ان نعمل بيها ايه خمس ميجرنج سيل كلها هاف بريدج، لان هاف بريدج دي اللي هي نصف بريدج، كل واحده بستخدم فيها قطعتين، وممكن استخدم او ممكن اعمل منها اتنين فول بريدج وواحده هاف بريدج. ده طبعا احنا بنتكلم على واحد يكون متعود عمليه اللصق، لان معظم الاخطاء بتحصل في عمليه اللصق للمبتدئ بتدوز منه قطع كتيره، لكن لو اصبح متمرس على عمليه اللصق فممكن يستخدم ايه العلبه يعني كل القطع السترينج جيجز اللي عنده. وبالتالي المتمرسين عاده بيستخدموا العلب العشرة قطع، في حين الناس اللي لسه بتتعلم ممكن تستخدم العلب الخمس قطع على اساس ايه يبقى عنده احتمال ان واحده تبوظ فممكن يلاقي ايه الثانيه ويستخدمها. الصوره اللي قدامنا دي بتوريني دي اللي هو الانستراكشن اللي بيبقى موجود مع السترينج جيجز في العلبه بتاعتها. ونلاحظ مثلا هنا هو لو نبص من فوق مكتوب كلمة تايب تي واي بي، بس المفروض تي واي بي اي، لكن هو ده اختصار بالنسبة عندهم، يعني بيقول مثلا ان هو ايه 320 ال واي 11 او ال واي 11. 120 ال واي 11 معناها ان النومينال ريزيستنس بتاعتها هي 120 اوم، يعني هذه العلبه المفروض اننا المقاومه بتاعتها تكون كام؟ 120 اوم. نوع LY، LY معناها ان دون سنجل جرايد سترينج جيج، يعني قطعه فيها جرايد واحد للسترينج جيج دي قطعه واحده. واحد واحد دي معناها ان التو تيرمينالز بتاعتها خارجين لبره، ممكن اوصلهم بالايه بالتو وايرنج كونكتنج وايرز. لما هبص بقى في 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 الارقام الموجوده على ايد الشمال في المنتصف كده، هبص يقول لك مثلا المقاومه الريزيستنس 119.6 اوم زائد او ناقص 0.2%، يعني المقاومه بتاعت هذه السترينج جيج هي 119.6 اوم، يعني مش 120، يعني هو بعد ما عملها في التصنيع بتاعه بيقيسها بعد كده لقاها 119.6. احتمال الاخطاء بتاعتنا هي زائد او ناقص نص 2 من 10%. 2 من 10% يعني الاكبر خطا ممكن يكون يحصل في دهين هيكون في حدود ايه 0.24 اوم، يعني 24% اوم، ده اقصى خطا ممكن يكون بالزائد او بالناقص موجود في هذه الايه في هذه المقاومه. الكي فاكتور مدولي في السطر اللي بعديها او مكتوب لي هو كي فاكتور 2.01 زائد او ناقص 1%، يعني هي السترينج جين الكي فاكتور بتاعها 2.1%. وبعدين بنديه شويه مواصفات حراريه عنها اللي هو الفا المعامل التمدد الطولي بتاعها وقيمه الخطا، يعني مثلا بيقول لك وبعدين بيقول لك مثلا هو على اليمين في يقول لك الفا 11 بي بي ام بير كي، دي معناها ان الايرور اللي ممكن يحصل فيها في طول السترينج جيج بتاعتي دي 11 في 10 اس ناقص 12 من المتر لكل درجه حراره كلفن، ده ممكن ايه التمدد الحراري او الاخطاء اللي ممكن تحصل ايه نتيجه الحراره. ومديني كمان ان هو ايه الخامات اللي ممكن استخدمها، يعني بيقول لك ان دي ممكن تستخدمها بالنسبه للستيل بالالومنيوم والاذر ماتيريالز كمان ممكن ايه تستخدم هذا النوع من الايه من السترينج جيجز. اما النوع الاخر اللي واضح قدامنا دلوقتي فهو كاتب لك 6 على 120 فوق الطيب، 6 على 120 اكس واي 2 في 1. يهمني ان هو 120 اكس واي 21 دي 120 معناها ان النومينال ريزيستنس ساعتها 120، يعني ممكن تبقى 120 ممكن تبقى غير كده بس في حدود ال 120، وهو هيديني بعد كده ايه قيمتها بالظبط. اكس واي معناها ان هما دول قطعتين سترينج، يعني تو جرايتس موجوده على نفس مع بعض والاثنين متعامدين مع بعض، عشان قال لك ايه اكس واي معناها واحده في اتجاه اكس والثانيه في الاتجاه العمودي عليه واي. 21 دي او تقول 2 1 او 21، يعني الاثنين دي معناها ايه؟ معناها ان الاربعه تيرمينالز بتوع السترينج جيج دول في تيرمينال من اول واحده وتيرمينال من ثاني واحده متصلين مع بعض، وفي لكل سترينج جيج تيرمينال اخر حر، وبالتالي يبقى عدد السلوك اللي طالع منها هتبقى ايه؟ ثلاث سلوك. ده بالنسبه لايه؟ اكس واي
2 1 ممكن تبقى اكس واي 1 1. لو اكس واي 1 1 هلاقي ان هي هتبقى قطعتين سترينج جيج متعامدتين طلع منها اربع تيرمينالز. الاربع تيرمينالز دول غير متصلين مع بعض اي حاجه، دي بسيبهم لي انا اوصلهم زي ما انا عايز. لكن في بعض الاحيان زي اللوحه دي بتاعت الاثنين واحد ده هتلاقي في طرفين من الايه من السترينج جيجز متصلين مع بعض. برضو ان هو في الداتا اللي مديها لي بقى المقاومه المظبوطه بتاعت العلبه دي كانت او الباكج دي كانت 120 اوم بالظبط زائد ناقص 0.2%، ومديني برضو معامل التمدد الحراري بتاعها ومديني كل الخصائص اللي ايه اللي موجوده فيها. بدين هو ان هو مكتوب مثلا تحت هو مكتوب 5 شتوك يعني خمس قطع 5 بارتس، وبرده بيستخدم ايه الخامات كذا وكذا وكذا اللي هو الستيل والالمنيوم ومواد ايه اخرى. وبكده يبقى احنا ايه يعني لو شفنا علبه السترينج جيج اعتقد ممكن نطلع الداتا اللي احنا نحتاجها عشان عمليه ايه القياس. يعني هي دلوقتي مثلا مثال مثلا هو كتب لي 120 ال واي 11، دي معناها ان المقاومه بتاعتي 120 اوم، ال دي معناها لينير واير، واي دي معناها سنجل واير، يعني سنجل يعني ايه قطعه واحده يعني جرايد واحد ما هوش قطعتين من السترينج جيجز مع بعض على نفس الايه الشريحه البلاستيكيه دي ايه اول حاجه. الحاجة التانية مثلا لما يقول لي مثلا 120 اكس واي 21 دي معناها المقاومة بتاعتها 120 اوم النومينال اللي هي المفروض تكون، لكن الصح هلاقيها مكتوبة بقى ايه عندي بعد كده اكس واي معناها انه قطعتين سترينج جيجز بربندوكل على بعض يعني متعامدين على بعض، 2 1 دي معناها 1 terminal of each wire is connected to the other of the ايه second، يعني ايه في 2 terminals من كل واحد من كل قطعة متصلين مع بعض والطرفين التانيين حرين، بمعنى ان مثل هذا النوع هيبقى عدد السلوك اللي خارجة منها هيبقى ثلاث ايه سلوك او ثلاثة وايرز. وبالتالي فالداتا اللي بيديها المانيفاكتشر المصنع بتدي ايضا ايه عدد the resistance of the units اللي هي المقاومة، the number of separate wires عدد اللي هو اذا كان قطعة او قطعتين، وبعدين direction of each wire with this to the others، يعني بيديني ايه معلومات كافية عن كل إيه اللي احنا عايزينه. وبالتالي يبقى احنا كده خلصنا التعريف بقطعة السترينج جيج. احنا حد دلوقتي ما اتكلمناش غير عن تعريف قطعة السترينج جيج، لسه ما اتكلمناش عن توصيلها ازاي، عن البريدج بتعمل ايه، عن طرق التوصيل ازاي، عن ازاي اعمل لها معايرة، ده كله هنشوفه بعد كده.